بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، الحمد لله على سلامة الجميع، وإن شاء الله الله يجنبكم كل مكروه سواء كان من كورونا أو غير كورونا. الجزء الثاني من هاي المحاضرة ما راح أطول عليك، بس راح أقول لك أنه إحنا خلصنا عملية البروسيس اللي كانت بالفيلد، وهنالك غاز بروسيس متعلقة بالغاز بلانت، ودخلنا بوقتها يعني انطينا فت فكرة عن الكوندنسيت ستابلايزيشن اللي كان موجود في صفحة 225، وهسه نعطيك فكرة عن الغاز بلانت اوبريشن اللي بيها مثلا الليكويد هيدروكربون ريكفري، وبعدين طبعا راح نكمل يعني من اوصل الى فقرات اخرى راح اقول لك انه ايش راح اسوي. فبالنسبه لعمليه استخلاص الهيدروكربونز اللي هي يقصد بها طبعا الهيدروكربونات الغنيه والمهمه صناعيا وممكن نستفاد من عندها، من الايثين اند هيبر هيدروكربون من الغاز ستريم. وخلي بالك انه يعني هيك نوع من البلانت يعني سابقا كان يطلق عليها اسم كيسينج هيد بلانت، الان لا، صارت ما يسمى بالغاز بروسيس بلانت، يعني ويعني هي نفس تقريبا نفس الاعمال، بس طبعا تدري انت مع تطور التكنولوجيا مع تطور الصناعه البتروكيميائيه بالتاكيد صار اكو حداثه على هاليونتس اللي موجوده بعمليات البروسيس بالنسبه للغاز، وحتى الظروف لانه كلها تخضع على ما يسمى بالاوبتمايزيشن. الهدف هو استخلاص اكبر كميه ممكنه من الهيدروكربون تستفاد من عندها في الصناعه. فلذلك حتى تفكر ما يسمى بال يعني لارج اماونت اوف ريكفربل ليكويد هيدروكربون تحصله، اكو هذا يعني هاي البلانت اللي تشوفها انت هي مو بس يعني يمر عليها الغاز اللي جاي من الآبار الغازية من الحقول الغازية فقط، لا ترى حتى الغاز المصاحب للنفط يعني أيضا كذلك يمر بها. وتأكد أنه ما حصل من استخلاص سائل الهيدروكربون من هذا الغاز المصاحب راح يكون أكبر من الغاز اللي حصل يعني اللي جاي منين من الحقول الغازية. المهم اكو several methods يعني موجودة several methods of recoverable liquid hydrocarbons from the gas ممكن انه تستخدمها او يعني مطبقة في هذه. مثلا عندك ال product extracted، هذه product is extracted from the gas a liquid recovery process which may include ethane and propane, butane, normal butane, natural gas online الى اخره. يعني ده يشوف ده يصير التركيز وين، ده يصير التركيز على هاي المركبات الوسطيه اللي هي من السي 2 الى سي 6، وهي اهميتها الصناعيه طبعا. زين، well, these products may be fractionated at the plant، ممكن انه يعني تكسرها جزئها، or leave the plant as single liquid mixers to be separated elsewhere، او لا هي قد تكون عباره عن خليط من الليكويد ميكستشر يعني سنجل يعني يكون واحد، يعني يكون عندنا ليكويد ميكستشر واحد يغادر البلانت ويروح الى وحدات صناعيه اخرى حتى استفاد من عنده في يعني في الصناعه اللي يوظفها. فمثلا اول شيء يستخدم الكومبريشن بروسيس، one type of the مثلا كيسنج هيد جاز بروسيس، هاي قلت لك هذا الاسم اللي كان يطلق عليها، اللي هو موجود بالشكل 1-14، 1-14 هذا 1-13 المخطط الرئيسي للبروسيس مال الغاز بلانت، وهذا ال 1-14 اللي راح يكون امامك هو للكومبرسر غازولين بلانت. يعني الان هي عمليه ضغط، هذه الستيتس الخاصه هي اللي يحكي عن الكومبريشن، انه شلون نضغط الغاز في الغاز بلانت. زين، فاذا one type of the casing heat process plant اللي موجود 10-14 gas may be arrive at the very low pressure، راح يوصل للمحطة هاي مال الضغط الضغطات
راح يوصلها بضغط مقداره 5 PSI gauge or even less بكمان يعني قد يكون أقل من هالخمسة يعني. المهم فأول ما راح يشوف أول ما يدخل رأسا راح يكون عندنا إلة سكرابر. الإلة سكرابر هذا راح ينتزع من عنده كل الليكوتس اللي موجودة. فهذا شغلته السكرابر الآن هنا أنه أي ليكويد راح ينزع من الغاز ستريمز اللي جاي لهاي المحطة. والغاز اللي راح يستخدمه واللي راح يوصله إلى يعني مكانات أخرى إلى محطات أخرى راح يرفع ضغطه من يعني 500 إلى 900 PSI gauge. وهذا طبعا اعتيادي راح يكون بالكمبرسر على شكل محطات وحسابات الكمبرسر وتصاميمها. هذا كان في فصل الخامس من كتاب عمليات الإنتاج، وإحنا بضيق الوقت ما دخلنا في تفاصيل الكمبرسر وحساباته. زين إن شاء الله اللي يتعين من عندكم في هذا المجال بالتأكيد راح يأخذ تفاصيل على الكمبرسر يكون أكثر. المهم الكمبرس غاز اللي تضغطه، لاحظ أنت شوف السابتين هنا من انتزعنا الليكويد من عنده راح يروح على أول ستيج. أول ستيج ضغط الغاز، مو صحيح؟ من ضغط الغاز طبعا ضغط راح يرفع درجة حرارته، في يسوي first stage discharge cooler رأسا مرة على وحدة تبريد. زين وطبعا هنا وحدة تبريد يعني قد مثلا تستخدم مواد كيميائية أو عندها heat exchanger، فلذلك راح يبرد في هذه المرحلة. بعد ما صار عندنا عملية يعني air cooler مبردات أو heat exchanger راح يروح لوين؟ راح يروح إلى سكرابر ثاني. مو هذا اللي برد خاف يصير بي كوندنس مع الليكويد مع الغاز، فالقطرات السائل أو طور السائل مع الغاز المضغوط على البارد راح أمر على السكرابر ينتزع من عند الليكويد أيضا. لاحظ زين طبعا من ينتزع يروح للتانك سائل الليكويد، وبعدين شنو عندنا غاز هذا اللي هو المركبات الخفيفة يرجع مرة ثانية وين مرحلة ثانية للضغط، وكذلك تسوي أبرده بهالمنطقة هذه هم يعني إما هي إكسشنجر أو كولرز ومرة ثانية سكرابرز. زين وهذا طبعا كوندنس راح يصير يعني من المرحلة الأخيرة أمر على بامبس، ومن هاي البامب راح أدفعه إلى وحدات أخرى إلى يعني أجزاء أو شلون نقول يعني معمل آخر من البروسيس اللي يمر على الغاز هذا. والغاز اللي يحتاج بعد أضغطه يعني مرحلة ثالثة أيضا راح ينضغط ومن ثم يمر لوين يمر على هاي. طبعا هنا الغاز اللي جاي من هنا بالتأكيد راح يبرد هاي هنا في المنطقة هذه مثل ما هذه هنا سوينا التبريد، وباعتيادي راح يكون يعني يدخل إلى وحدات أخرى وحدات صناعية أخرى. مثلا من الوحدات الأخرى اللي راح يدخل لها اللي هو الأبسوربشن بروسيسنج اللي هي عملية العمليات الامتصاص، وهي عملية امتصاص الليكويدز الموجودة بالغاز ستريم. زين في 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 فيزل أو في وحدة أخرى يطلق عليها اسم يسموه السكرابر، والمخطط اللي راوينا الأبسوربشنز هو هذا المخطط الصناعي اللي الآن أمامي، أنه إجاني يعني عندي رو غاز إن دخل وصار عندنا هنا عملية إكسشينجر. زين فحصلت من وبعدين وراء يروح إلى عملية تبريد ومن ثم يجي إلى السكرابر اللي هو ينتزع من عنده كل المواد هاي الليكويدز اللي أنا أريدها. زين وطبعا هذا شبي هذا السكرابر هذا بي يعني الغاز يمرر على ما يسمى باللين أويل أو السكرابر هيجي سكرابر يعني أو أبسوربشنز أويل هيجي يطلق عليه هيجي اسم، بحيث أنه يذوب الغاز يعني قصد المركبات الخفيفة والهاي الوسطية كلها ذوبين بالليكويدز، وبعدين تدخل على هذا الوحدات حتى من أجل أن شنو تنتزعها حتى تحصل على كل تفاصيل.
لو طبعا الشرح مال الابسوربشن بروسيس هو جدا بسيط، شوف هو طبعا شرح كثيف بس هو بسيط، شو يسوي؟ قاعد يراويك هاي الاجزاء شنو معناها. زين، فلذلك انا سويت ارتئيت انه هذا الابسوربشن والادسوربشن. زين، و الابسوربشن والادسوربشن هذني كلش طبعا بسيطات، والكرايوجينيك بروسيس هذه كلها راح تكون على شكل هوم وورك راح اعطيكم اياها. بس اهم نقطتين بالموجود اللي هو المخطط 10 19 و 10 18 اللي هو الديهايدريشن والسويتنينج. يعني هذا عندنا شويه نهتم بيه احنا جماعه النفط اكثر، اللي هو هاي اول وحده الديهايدريشن، وهذا هو الدايجرام مال السويتنينج. لذلك هم ان شاء الله الجماعه اللي راح ياخذون هذا الواجب راح يقرون لنا هاي الفقرات ويحطون لنا هذا المخطط في الواجب مالتهم. وارجو ان يكون شلون نقول يعني المختصر المفيد الغني بالمعلومه، مو يعني مختصر مفيد احذف من لا اريد مختصر مفيد بس غني بالمعلومه. فلذلك انا شو راح اسوي؟ مثلا خاف يجيكم سؤال انه مثلا ترسم لي المخطط مال السويتنينج وتاشر لي على اجزاء الفائده من هاي الاجزاء. اذا اجاك هيك سؤال فانت الان تقرا السويتنينج على كيفك وتشوف انه كل او هي طبعا العمليه كلها هي عمليه نتخلص من الغازات الحامضيه ونحلي الغاز، وبالتالي نطرح السي او 2 والاتش 2 اس، وبس شلون تتم هاي العمليه؟ فعلى المخطط هذه هاي الاجزاء اللي موجوده. مو ترسم هذا، مو ترسم لي هذا وتخلي لي ذني، لا يعني هذا ايش داي يصير بيه؟ هنا في التعليق صغير كافي. هذا ايش قاعد يصير بيه؟ هنا ليش طلع؟ هنا من شنو اللي اجى؟ يعني هالشكل انا قصدي. يعني هاي المراحل الصناعيه، هذا مال جاس ويتنينج، جاس يمكن اقل من صفحه هو. يمكن الحكي مالته اي هذا شوف. يعني اقل من صفحه. والديهايدريشن اماتين ايضا. زين؟ هذا هو الديهايدريشن. ايضا العمليه اللي موجوده همين كلش بسيطه. هاي طبعا انا دا اقول لك ذني المهمات. اما بالهوم وورك اللي راح يسوون اياها لا، مثلا راح يروح الى الابسوربشن والادسوربشن راح يحكي لنا التفاصيل كيف تريد تخليه على المخطط، تريد تكتبه، هذا هوم وورك، هذا مو 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 يعني انا دا احكي عن امتحان شيء اخر. فهذا الجزء الثاني. بمناسبه هذا الموضوع، موضوع الجاز بروسيس بلانت، يعني هو اكثر شيء للهندسه الكيميائيه من هندسه النفط، بس احنا كمعلومه نمر بها ناخذ بها، يعني لا احنا كمعلومه ناخذ بها، بس هي قلت لك تفاصيلها الهندسه الكيميائيه اكثر ما تكون بالهندسه النفط. بلي ان شاء الله يعني تكون هاي المحاضرة، يعني هذا الجزء الثاني والجزء الأول دزيت فيها، يعني هاي محاضرة سلسة وبسيطة وما بيها شيء. قلت لك أنا ما بيها يعني ليش الحسابات المعقدة، بقدر ما يمكن هذا الشارت شراويكم شو تستخدموه واللي قبله أيضا كان عندنا شارت قبله مال هذا ديهايدريشن. يعني زين، وإذا صار عندنا وقت اشرح لكم الديهايدريشن بتفصيل اكثر، مو من هنا، مو من هذا الكتاب، هنا أنا ما منطيها حقها، هنا بس واصف العمليه. اكو كتاب اكثر منطينا حقها بالديهايدريشن اللي هو كتاب Properties of the Reservoir Fluid مال مكين، ويليام مكين، هناك افضل. هذا شاب 16 17 ما اتذكره. زين، المهم الى هنا نشوفكم خير، نتمنى لكم موفقيه. وأي سؤال أو استفسار إحنا حاضرين.